ارتيريال بلاد بريشر، ركز معايا، ارتيريال بلاد بريشر كان بي انكريز باي ذا فولوينج اكسبت، هل مودريت هيموريدج ولا اسيرو ولا هايبر ثايرويديزم ولا اكسرسايز؟ اكسبت يبقى هيموريدج. حلو، which of the following would be expected to appear during a Cushing reaction? Who's the library scheme? هل increase the bar? Arterial bar receptor can be increased by the following except. Stand. راح الوحيد اللي الضغط بيقل قوي والريسبتور ما تشتغلش هي مين؟ الهيمو. مش احنا قلنا يا جماعه الريسبتور دي ما بتشتغلش لو الدم واطي قوي؟ لو حصل هيموريدج هيقلل الضغط قوي، فممكن الريسبتور دي ايه؟ ما تشتغلش، لكن الباقي ده كله بيعلي الضغط، واللي بيعلي الضغط هيستميت. هو بالعقل كده يا جماعه، بص بالعقل كده، الثلاثه دول بيعلوا الضغط، وده الوحيد اللي بيقلل الضغط. ايا كان السؤال انا اختار هيموريدج، يعني مهما اقنعتوني اختار هيموريدج انا من غير ما اقرا السؤال. ثلاثه بيعلي الضغط ولا بيقلل الضغط؟ هو بيقول لي اكسبت، يبقى اكيد اللي بيقلل. ايا كان هو مين وليه وازاي مش انا مش عايز. نعم which of the following would be expected to occur during the Cushing reaction caused by brain skin? The blood pressure بيعلى والheart rate بيقل. هل increase في البار؟ غلط. هل decrease في البريشر؟ غلط. هل increase في الheart rate؟ غلط. هل انكريز في السمباثيتك؟ صح، لان ده هو اللي عامل الضغط. طب يا جماعه بيشغل السنتر، والسنتر بيميديت الاكشن بتاعه بمين؟ بالسمباثيتك. احنا قلناها. طيب لا، ما هو السنتر الضار الضار هو بيزود السمباثيتك اللي طالع من راسه موتور سنتر اللي هيعلي الضغط بس، يعني هو بيشتغل على الضغط بس ما بيشتغلش على لا بص يا جماعه، بارو ريسبتور ار لوكيتد ان اورتيك وكاروتيد خالص كنترول المين ارتيريال بلاد بريشر فروم ويك تو ويك ار ا تايب اوف ستريتش بروديوس سنسوري سيجنال ذات ستيميوليت الفازو موتور غلط. هل ار ستيميوليتد باي رابيد فول ان بلاد بريشر؟ غلط. يبقى الوحيده الصح مين؟ واضح 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 انه من تكيلك على نقطه ان البلاد بريشر الواطي ما بيشغلش مين؟ البارو ريسبتور مين؟ متك عليه قوي، يمكن احنا ما اتكناش عليها في الشرح، الاسئله بتجيب معلومات حلوه اهي، واضح انه متك على نقطه.
regulation of blood pressure is mediated by reflex mechanism. One important pressure receptor is NOAC and located in NOAC. هل الكيمو اللي موجودة في الكاروتيد ساينس ولا هل الاكستيرو ريسبتور اللي انا مش عارفها ولا هل البارو اللي موجودة في الساينس ولا هل الكيمو اللي موجودة في السكيليتال ولا هل البارو اللي موجودة في السكيليتال؟ يبقى البارو اللي موجودة في ايه؟ الساينس. برضو لو انت بتذاكر عمرك ما تاخد بالك من الساينس والنودز. Which correctly be said about baroreceptor? هل they are present in the wall of aortic arch and inferior benacaphy? ولا drop in blood pressure trigger blood pressure reflex which cause vasodilatation and increase heart rate? طب برضو they promote vasoconstriction and increase force of myocardial contraction in hypotensive patient. تمشي صح؟ هتقولي بس انت قلت لما ايه اللي على 60؟ طب تعال نشوف اللي بعده. The response directly in exchange in circulating oxygen. They are located in aortic bodies. Aortic bodies. يبقى الاجابه المنطقيه مين؟ فعلا؟ طيب. In which part in the brain the cardiovascular center is located؟ مين؟ بضل؟ طب اكمل واسجل لكم الباقي.